أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. لبنان اليوم جلسة لمجلس الوزراء، ولبنان اليوم جلسة للجان النيابية من أجل قانون الانتخاب. لبنان عبر الذكرى 16 لتحرير الجنوب والبقاع الغربي، لكنه يتعثر كثيرا على طريق التحرر من ثقافة الإلغاء ومن ثقافة عدم احترام القوانين وثقافة التمادي في خرق الميثاق والدستور معا. وأقوى دليل على ذلك أن البلاد دخلت منذ أمس في السنة الثالثة للخواء المؤسساتي الناتج أولا من استمرار عدم انتخاب رئيس للجمهورية. وفي مناسبة التحرير ومع مرور عامين على الفراغ الرئاسي، يبدو بحسب مجريات الأمور والمواقف وآخرها للرئيس تمام سلام أنه لا يوجد في الأفق ما يشير إلى قرب الانتخاب الرئاسي، لكن هناك مبادرة للرئيس نبيه بري تحظى بتأييد أمريكي وتفاهم قيادي لبناني، فيما اللغط قائم حيال النيابية أولا أم الرئاسية. رئيس اللقاء الديمقراطي نابولي جنبلاط انضم على ما يبدو إلى طرح إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، إنما مع الإبقاء على قانون 60. من جو ذكرى التحرير وجو دخول لبنان السنة الثالثة من دون رئيس جمهورية، تحدث الرئيس تمام سلام أمس لتلفزيون لبنان مقرا بفشل مؤسسات الدولة في معالجة المشكلات الملحة، وأشار إلى تطورات إقليمية لا حل لها في المدى القريب وهي تؤثر سلبا في الأوضاع اللبنانية. وكان السيد حسن نصر الله في عيد التحرير والمقاومة قد أشار إلى الوضع عينه، وإنما من باب دعوة الجميع إلى عدم المراهنة على الانتظار. في سوريا يبدو أن القصة بدها وقت كتير حتى ولو تم تحديد منتصف حزيران لمعاودة مفاوضات جنيف. معنا مباشرة المحامي الأستاذ سعيد علامي رئيس التيار الأخضر ورئيس لجنة اللامركزية في نقابة المحامين. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد. صباحك يا هلا أستاذ. يعني طبعا هلا بمجلس النواب في لجان وبرئاسة نائب الرئيس فريد مكاري رح يطلع يمكن معنا على الهواء بعد شوي مباشرة، لكن بدي أسألك كيف تقوم نتائج انتخابات النيابية الفرعية في جزين والبلدية والاختيارية في كل الجنوب؟ كيف الجو برأيك؟ طبيعة الحال احنا في يعني مرقنا بمرحلة استاذ جلال انه الانتخابات هي مطلب لا شك، وانما كان في تعذر اجراء الانتخابات بسبب يعني حجج بين انه هي عكس اللي مطروح امنيا واداريا. احنا كنا عم نقول انه امنيا واداريا ما فينا نعمل انتخابات، وعلى لهالاسباب هيدي ارجئت الانتخابات النيابيه ومدد المجلس النيابي مرتين. فاليوم شو المبرر بقى انه ما ننتقل لمرحله ثانيه؟ اذا رجعنا للانتخابات البلديه، نحن قطعنا كل المراحل بعد عنا مرحله الشمال. نعم. مرحله الشمال أحرم. اللي هي طبعا فيها مواجهات، طبعا في بطرابلس في ثلاث لوائح، في اثنين مكتملتين وواحده مش مكتمله اللي فيها مصباح الاحمر. نعم. فطبعا في معركة بالقبيات، في مخيل الظاهر وحباش كمان في عندهم لائحة بتنورين مقابل لائحة أخرى هي لائحة الأحزاب. في عندنا نحن بالبطرون كمان كان في معركة يعني بين ماشي يعني كمان ماشي. يعني الحركة الانتخابية ما زالت قائمة وبتقطع بإذن الله يوم الأحد لأنه آخر مرحلة رح تقطع. نعم. والمؤشر كان الأساسي فيها موضوع أرسال، يعني بالمرحلة الأولى أنه اجتزناها نحن، مع العلم أنه كان في علامة العلامة الفارقة بتقدروا تعملوا بأرسال، يمكن بتقدروا تعملوا بكل لبنان ان كانت بلديه او نيابيه. معناتها انه ما بقى في حجج عندنا نحن انه نتذرع انه في صعوبه لاجراء الانتخابات. بهالحاله هذا احنا انطلاقا من انتخابات البلديات ما بقى في مبرر حتى لتمديد المجلس لاكمال ولايه المجلس. نعم. الممدد لسنه الجايه 2017. نعم. رح نحكي عن مبادره. نعم. الرئيس بري، ولكن قبل ما ننتقل للمفهوم التقني والدستوري، نعم، لماذا دائما في لبنان يعني نرى ثقافة، يعني إذا مش الإلغاء ثقافة المواجهة؟ هل نحن أولا بحاجة إلى قانون إن كان انتخاب نيابي أو لا مركزي إداري للبلديات؟ وهل نحن بحاجة إلى يعني مثل ما بلاد حتى ينتقلوا لمرحلة أخرى بيجيبوا علماء بالنفس والسيكولوجيا والسياسة لحتى يخلوا هالناس ترتفع إلى مستوى العملاني الإيجابي منه السلبي؟ لماذا نحن دائما في طور المواجهة؟
نحن بطور المواجهة لأنه بعدها عشائرية لحظة، يعني بنحكي بالجبب، بنحكي بالانتخابات العائلية أخو ضد أخو، وهذه سمعناها كلها راجعة عند كل الناس. بطبيعة الحال بدأ ثقافي، يعني الانتخابات بدأ ثقافي وبدأ تحضير، وبدأ تحضير تربية مدنية كمان، يعني المواطن منه نحن مثقف عنا صار، نحن عايشين عشوائي، يعني مرقنا سنوات والسنوات كانت حياة كانت مجحفة بحق المواطن، كانت مجحفة بحق المواطن اللبناني. نعم. طبعا إضافة إلى جانب ذلك عم نعتمد قانون نحن انتخاب جامد، يعني قانون الانتخابات البلدية أنا بعتبره قانون جامد عم نجي منطبقه على طول نحن، لا أدخلنا عليه تطورات ولا سعينا لنعمل تطورات. نعم. يعني نحن مجلس مشلول ما في شك، ما في بس بال الحيوية عند الناس وقابليتهم للانتخاب، ولكن ما بدك تبلش من الخطاب، أنه كمان أنه الخطاب عند المسؤول أولا تقنيا ما لازم يكون خطاب معين أنه له أطر، وبذات الوقت كمان مضمون العمل السياسي والبلدي والاجتماعي؟ ما في شك، لأنه يعني في رؤساء بلديات نعم نعرف أنه صاروا أكثر من 50 سنة. نعم. طب هولي بعقلية قديمة، يعني ما في عقلية لا إنماء متطور ولا تثقيف الناس ولا رعاية المجتمع اللي هني حاكمينه. طب هيدي طبعا هيدي نقطة بنتوقف عندها. النقطة الثانية أنه نحن قانون انتخاب هالرئيس اللي بيدلوا 50 سنة. نعم. طب هذا شو الحائل أنه يوقف ويصير في تداول سلطة نحن هون؟ أو 6 سنين، ليش ما تكون 6 سنين مش 4؟ 6 حتى 4، حتى مع 4. نعم. هيدي المفروض يصير فيها تعديل. بعدين انتخاب الرئيس البلدية، إذا بدنا نلجأ نحن لتطوير قانون البلدي، قانون البلدية المفروض يكون. نعم. في تطور بهالمجال هيدا. نعم. أنه يبدو أن الرئيس فريد مكاري ننتقل إلى ساحة الهيئة. أستاذ سعيد علامي راح يروحوا على بيتهم لواحد الشهر، أكيد راح ينعمل. يعني 64 اقتراح الرئيس بري، 68 المستقبل والقوات والحزب التقدم الاشتراكي، هل هناك تلمس جدية؟ لأنه بعد الانتخابات البلدية صاروا بدائرة الضوء. شو رأيك بمبادرة الرئيس بري أولا، المبادرة الواسعة، وبالاقتراحين اللي تم البعث فيه؟ استاذ جلال، مشروع مشاريع القوانين الانتخابيه الى سنوات تبحث في هذا، ويمكن اول ارجاء كانت لاقرار قانون انتخاب. ثاني تمديد للمجلس كان بسبب الظروف الغير مناسبه لاجراء انتخابات وبددوها لل 2017. اليوم نحن عم نرجع نبحث، نرجع للصفر بين قانون الارثوذكسي وبين المشاريع اللي انطرحت من قبل الرئيس كاري وبين الرئيس بري المشروع اللي طرحه. انا بشوف انه طبعا هذا مماطله، هذا الموضوع مماطله. نحن اذا كان مزبوط البلد بده يرجع يوقف على اجراء دستوريا انتخاب رئيس جمهوريه، ما في شك انه هذا طلب ملح. هذا يعني برايك قبل النيابيه افضل؟ انا لا، مش عم بقول انه قبل النيابيه. اذا كان بيصرنا نعمل انتخابات نيابيه نحن حسب المشروع اللي قام فيه الرئيس بري. نعم. واللي فيه مباركه دوليه، يعني الامريكان يعني والفرنساويين. بنفسر للمشاهد، يعني حنفسرها، يعني بتصير بيأثر اول شيء بيأثر ولاية المجلس الممدد. نعم. بنأثره. نعم. تجرى انتخابات، اذا كان ما تسنينا نوجد القانون بسرعه بنعملها على القانون 60. قانون الستين في حدا عنده مشكلة عليها؟ يعني الدكتور سمير جعجع بيقول أبدا مش لازم تصير على 60. الأفريقاء الآخرين بيقولوا إذا بدها تصير خليها تصير يا خيي على 60. اليوم وليد بيك لمح أنه بيقبل بنيابية قبل الرئاسية، بس أنه عشرت الإبقاء على 60. هيك عم نضيع الناس، يعني أنا معلش باحترامي للقيادات السياسية. نعم. هذه عم تضيع الناس، لأنه الدجاجة قبل ولا البيضة قبل. نعم. نحن دستوريا عندنا مرحلة أنه في فراغ رئاسي. نعم. طب رئاسة الجمهورية حسب رأي الرئيس السلام والمعطيات اللي موجودة. نعم. أنه ما حيكون في رئاسي. نعم. قريبة. طب أنا هلأ لما عملت انتخابات بلدية كان صريح الرئيس، كان صريح بحديثه للتلفزيون، والمعطيات عم يبني على معطيات معينة. نعم. معنا إياها معطيات أقليمية وداخلية عنده إياها. نعم. المعطيات. نعم. طب أنا لما عملت انتخابات بلدية شو بيمنعني هلأ ألجأ للانتخابات النيابية على المشروع اللي طبعاً في موجود. مباركة دولية عليه، يعني الروسي ما حيكون ضده، الأمريكاني موافق عليه، السفير الأمريكاني، الفرنساوي عملوا مبادرة بهالمجال ومؤيدينه، أنا بمشي فيها. نعمل انتخابات نيابية، منقصر الولاية نعمل انتخابات نيابية. نعم. بيطلع مجلس جديد، هلأ الناس بدها تنتقد أنه على 60 بيطلعوا نفسهم. نعم. ولا غيره، بس أنا بعمل مجلس جديد. المجلس المبادرة من الرئيس بري بيقول المبادرة تعولته بتقول انه ينتخب مجلس جديد ينتخب هيئته
هيئته بنفس الجلسة بيرجع بينتخبوا رئيس جمهورية بنفس الجلسة ويحلف اليمين وبلش المشاورات ونعمل حكومة. طب لما بنعمل حكومة نحن بنمشي على الدستورية على الطريقة هاي، بنرجع بنعمل دراسات لقوانين وغير قوانين. نحن إذا بنقضي وقتنا نحن عم ندرس إنه اليوم نعمل قانون وبكرة بنعمل قانون، مش هنوصل لنتيجة أبدا. طب إذا نظريا إذا أخذنا بهالمبادرة وصارت من هلا لست أشهر أو ما بعرف قديه صارت، برأيك حزب الله أو السيد حسن نصر الله يعني عنده تحفظ هالشيء أم أنه بفضل أنه ينتهي ولاية مجلس النواب وعندها نهايته بصير في انتخابات نيابية؟ خطاب السيد حسن امبارح اللي امبارح سمعناه بيقول أنه هو مع النسبية ومع الحرص على إجراء الانتخابات إن كانت رئاسية أو برلمانية. نعم. وطبعا في احترام الالتزامات الأخلاقية وغيره. طبعا يعني المبدأ ما حدا رافضه، بس إنه نحن نستمر بمجلس لنهاية ولايته الممددة هذه منه حل، لأنه البلد مشلول ونحن قادمين على عقوبات مالية بالبلد وعلى أوضاع أمنية غير مستقرة، وإسرائيل من جهة ليه عم تحكي أوضاع أمنية غير مستقرة؟ لأنه في قرارات دولية بالنسبة لمصرف لبنان والمصارف، يعني هذه كلنا بنعرفها نحن، الإجراءات اللي هلا عم تطرحها. بقول الرئيس سلام معقولة إنه اللي هي الولايات المتحدة اللي عم تدعم لبنان تدعم جيشه، معقولة يعني إنه تاخذ شيء إجراء يعني يهز استقراره من الناحية الاجتماعية والمالية؟ يعني المعلومات أنا الأكيد ما عندي إياها، وإنما الإعلام والأخبار الصحفية والإعلامية بتقول إنه في إجراءات اقتصادية مطلوبة من مصرف لبنان، خاصة موجهة على أموال معينة ولجهات معينة، بس طريقة مدروسة وسليمة عم بهدوء عم تنشغل. إيه بس هذا تضييق على لبنان ككل يعني. نعم رح نكمل رح نحكي عنه، ولكن إذا انتقلنا من مبادرة الرئيس بري لا شيء واقع معين. نعم. إنه يا أخي طيب هالانتخابات الرئاسية اليوم في ليونة ومرونة عند الرئيس سعد الحريري، طالما فيها المرونة وطالما إنه يعني احتكموا انه الرئيس من 8 اذار، شو رح تفرق كثير انه اذا كان العماد عون او غيره اللي اذا بيمثل شريحه كبيره بالعمق المسيحي وعنده انصاره، انه يعني اذا صار في مرونه تجاه العماد عون وبعض التراجع عن طرح الرئيس سليمان فرنجية او العكس، ليه ما بصير هيك وبصير انتخاب وقبل الانتخابات النيابيه؟ انه الانتخابات الرئاسيه نعم. تسبق الانتخابات. نعم. بس يعني ما بدك مرونة من الأفرقاء على الأسماء، يعني في مرونة داخلية ومرونة خارجية. نعم. يعني احنا من الجهتين هلا طبعا المعطيات الدولية منا ضد أبدا إجراء انتخابات رئاسية، بس تعذر حصول الانتخابات الرئاسية ما يعني هيدا مش لازم يكون مبرر نحن حتى ما نمشي بالخطوات الدستورية. طب يعني على شو عم تتحرك فرنسا بهالموضوع؟ تحرك فرنسا تأجل مجيء الوفد لوزير الخارجية، تأجل لتموز. نعم. كان جاي وبيصب بالخانة هيدي نفسها اللي عم يشتغلوا فيها، انه في معطيات عم تنشغل انه لازم يكون في انتخابات رئاسية، هذا المعطى اللي عم ينشغل عليه. طب اذا نحن بيتعذر هالموضوع ما يصير، شو المانع انه نحن نعمل المجلس وندخل دم جديد ونشتغل؟ نحن عملنا تداول سلطه بقصه الانتخابات، واصعب بكثير من انتخابات النيابيه. انتخابات البلديه هي اصعب بكثير من انتخابات البلديه، يعني احتكاك المباشر، احتكاك بكل بيت، يعني هذه كانت. طيب معقول الناس بعض الافرقاء من بعد الانتخابات البلديه تحس انه حجمها مش قد ما كانت متصوره وتحجم عن الانتخابات النيابيه، ام انه لا كلهم رايحين على انتخابات نيابيه، ام انه 14 اذار وقعت بالفخ وممكن تروح على انتخابات نيابيه قبل الرئاسيه مرغمه؟ هلا شعر القوى السياسيه كان 14 ولا غير 14 انه الناس تواقه لحتى تعمل تداول سلطه. نعم. وتواقه للبلد يستقر، طوقين لنلاقي وضع دستوري سليم بالبلد. نعم. نحن عايشين بالحقيقه بجو منه سليم ابدا، يعني الناس كلها مستاءة، في انعدام بالتوازن الدستوري وفي حقد على السياسيين، يعني الناس حاقده على كل من هو سياسي. هيك في بينت لك نتائج الانتخابات على القانون اللي صار 100% 100%، وصارت تنفيسي، يعني صارت الناس عم تنفس عن همومها او ارادتها باجراء بهجوم على الانتخابات. يعني لما كان في نسب معينه عم تروح على الانتخابات، هذا تعبير للمواطن طبعا. طبعا
شيل بيروت على جنب، ولكن ببعض المناطق الاخرى صار في نسب عاليه، صار في نسب عاليه بالجنوب وبالبقاع، يعني صار في نسب كبيره كثير. وهلا بالشمال بتصور انا في حيكون في نسبه منيحه بالانتخابيه، بس نحن اللي بنقوله انه يعني ما نحط حجر عثره انه اذا ما صارت الرئاسه ما بعمل انتخابات نيابيه، او ما بعمل انتخابات نيابيه بدي اعمل رئاسيه، معناتها انه عم نعجز الناس. نحن الوضع الدستوري بالبلد غير سليم. نعم. وهذا الوضع يستتبع طبعا يعني ضرر على كل على الاصعد بالبلد. نحن لازم نرجع لوضعنا السليم للتركيبه الدستوريه بالبلد حتى نوجد حكومه المواطن يكون عنده ثقه بهالمرجعيه اللي هي بتطالبه وتحط عليه ضرائب وغير ضرائب، يقول عم بعطي للجهه انا ممكن تخدمني تعطيني، مش مثل ما صار فينا بالنفايات يعني الكوارث اللي حلت بالبلد، وهيدي كلها من الفوضى، هيدي عدم المسؤول يعني تحمل المسؤوليه. طيب عدم تحمل المسؤوليه، يعني اليوم صحيح المواطن عنده واجب معين انه يروح ينتخب وانه يشارك بالحياه الاجتماعيه والسياسيه. اليوم طيب النايب بحد ذاته او رجل السياسي، نحن اذا بدنا نقارن ما قبل 75 او ما بعد ال 95 او حتى ما بعد 2005 حتى ما نجلد كل الناس، ولكن النايب ما بيلاقي انه في عنده حد ادنى من المسؤوليه الوطنيه ان كان بده ينزل على الانتخابات او بده يؤيد قانون انتخابات الرئاسيه او النيابيه، ما بيشعر. لماذا النائب يعني بالندوه البرلمانيه ما عم بيكون عنده هالحس العالي بالدستوريه والوطنيه؟ لانه بدستورنا للاسف دستور لبنان ما في معاقبه على عدم القيام بالواجب، يعني نحن النائب شو دوره؟ النائب دوره تشريعي بطبيعه الحال، ودوره يمارس دستوريا المراحل الدستوريه ان كان انتخابات او تشريع او ما الى ذلك. عم نشوفه نحن عم يتخاذل لما ما ينزل على المجلس، مين عم بيحاسبه؟ عم بيتأفقفوا الناس، بس مش عم بتجي عقوبه عليه. بس بيقول لك انا الي حق انا ما انزل على المجلس، هيك بيقول لك ما في شيء بيلزمني. هلا هيدي من ناحيه الديمقراطيه نعم. بالمفهوم الديمقراطي حق، وهيدا موقف يعني موقف انه انا ما بدي شارك. بس وصلنا لمرحله نحن قلنا سنتين، يعني قطع البلد بمرحله سنتين بدون رئيس جمهوريه، هيدا بيتحمل مسؤوليته المجلس النيابي. طيب اذا هالموقف عالي التوتر او عالي المستوى لانه في انتخاب رئاسي، وقت اللي بصير في 40 جلسه لانتخاب الرئيس وما بتصير، ما بتلاقي هون يعني حضرتك كمحامي وكناشط بالعمل السياسي انه صار في بعد 40 جلسه ما صار في حاجه لتغيير بالنظام او تغيير بالاسلوب الدستوري المتبع؟ حتى انا هالطرح هذا اللي طرح فيه تعديل للنظام، هذا يتطلب انه المجلس النيابي ياخذ قرار يجتمع. المجلس النيابي مش عم يلتئم، وهون طبعا اي طرح جديد نحن معه مع التطور النظره للنظام السياسي. وانما هلا بالوضع الراهن انا ما في طالب انا هلا بقول للناس انه نحن بدنا نغير بالنظام هلا، لانه بيقولوا لي بده يجي المجلس النيابي يلتئم وبدها تكون في اكثريه ويصوتوا على التعديلات. مش عم يلتئم لحتى يعمل انتخابات، كيف بده يعمل تعديلات؟ وقت اللي بيصروا انه يلتئم المجلس مفروض يمارس حقه الدستوري ان كان انتخاب رئيس او 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 يلغي التمديد ويرجع يمشي بالانتخابات. طيب استاذ يعني سعيد علامه، اذا يعني بجوهر الدستور اذا النايب ما نزل ينتخب رئيس هيدا خرق لجوهر الدستور، بس كمان بذات الوقت كيف ممكن نجمع بين احترام الميثاق والدستور بالوقت اللي في شريحه كبيره من النواب ومن الناس اللي بيتمثلوا بهالنواب بيقولوا لك يعني الميثاق يقضي بانه يكون في مشاركه حقيقيه فعلية للمسيحيين بهالنظام وبهالحكم، وبالتالي في جزء كبير من المسيحيين مثلا بشوفوا بالدكتور جعجع، بشوفوا بالعماد عون، بشوفوا بالرئيس امين الجميل، ويعني اذا هيدا النادي السياسي المعتمد بالحكم مثلا بيشوفوا انه هودي بيمثلوا شريحه، لذلك الميثاق لازم يحترم من هالباب. هل هذه معادلة صحيحة انه نقدر نجمع الميثاق والدستور؟ استاذ جلال، التركيبة بلبنان تركيبة مميزة نحن عندنا، نحن مش مثل سائر الدول
اللي بيشتغلوا حسب القانون. نحن الميثاق مثل ما تفضلت عامل اساسي بالموضوع. نعم. وشفناها نحن شهدناها هذه القصه الميثاقيه بالحكومات حتى الحكومات واجتماعات المجالس واجتماع المجالس حتى اذا شريحه معينه طلعت من الحكومه بيقولوا لك انه هذه كمان صارت. نعم. شرعيه وقانونيه ومش شرعيه قانونيه ومش شرعيه. نعم. على هاللغط هذا مشينا فيه نحن. نعم. ما بطبيعه الحال نحن بمرحله دقيقه جدا وخاصه المنطقه كلها عم تتخبط بقصص المذهبيه والطائفيه. نحن احترام الطوائف لبنان من اي نوع كانت مفروض يكون فيه طبعا الى احترام ويكونوا كلهم سوا. هيدا مطلوب الحس بالمسؤوليه من القيادات السياسيه. يعني اذا بدنا نكون حريصين على الميثاق ما بنكون حريصين اكثر نحن من القيمين على القوى السياسيه اللي عند المفروض مفترض يكون عندهم الحس الميثاقي والوطني بنفس في نفس الوقت. طب برايك لوين رايحه الامور؟ يعني كل الطرق هل تذهب الى 60 يا انتخاب ام انه كنيابي كانتخابات نيابية أم أنها رايحة نحو لا انتخاب بكل المؤسسات؟ لا أنا اللي شايفه أنه ماشيين نحن على قانون 60 بالرغم من كل الطروحات اللي عم تنطرح أنه بدنا نعمل قانون ونص و 64 ب 64. أنا شايف رايحين على قانون 60 ولا حول ولا بده يكون القانون. يعني مع أنه هو من 1960 بس نحن عم نرجع نعتمده. يمكن يكون مخرج لإخراجنا من الواقع هلا بانتظار حلول أخرى يعني أو حلول متطورة وتخدم المصلحة العامة على الصعيد الإقليمي. أنه نحن مرحلة أزمة بالمنطقة كلها سوا ما فينا نكون نحن ملكيين أكثر من الملك بلبنان. طيب. بدنا نمشي أمورنا نحن بدنا نرجع مقومات الدولة ومؤسسات الدولة ترجع تعمل تقوم بأعمالها. سيد علامة إجرائيا وعمليا وتقنيا هالمواطن إذا بدك مثلا أنا نعتمد قانون النسبية بكل أشكاله كان هيك أو هيك. طيب ما بدك يعني ترشده كيف بده يعمل يعني طبعًا. كيف بده ينتخب على النسبية طبعًا. وكيف ممكن يكون مثلا في لوائح ما إذا مسكرة مش مسكرة ما بعرف شو. أنا مشان هيك أستاذ جلال عم بقول إنه 60 لا حول ولا لأنه هداك بده كتير وقت بده تحضير بده تهيئة وعلما إنه النسبية هذا مطلب بطلب الناس كلها في إلها كتير أشكال لأنه في ناس مظلومين بالقانون انتخاب لا. الستين يعني ما حيبصروا النور مثل ما شفنا مثلا انتخابات البلدية منها لا. بيروت مثلا في 40 نسبة 40% ما طلعوا الحصة بالبلدية. هيدا موضوع بيصير اللي بيقدر ينسى ياخذ نسبه معينه من 20% ولا 40% او اكثر بيصير له دور بيصير بيدخل باللعبه الديمقراطيه والانتخابيه. نعم. بهالحاله نحن طبعا بس بدها جو هيدي يعني انا هلا ما في يقول اليوم اذا بدنا روحوا يا ناس انتخبوا على انتخبوا على النسبيه اليوم. يعني انا مع النسبيه اكيد انا شخصيا انا مع النسبيه وايدها لانه هيدي بتتفادى قهر الناس يعني هيدي والتمثيل الصحيح بيتم من خلالها. استاذ سعيد علامي في وجهه نظر بتقول فينا نأدي نتائج نسبية بطريقة أكثرية. يعني بتعمل مثلا دوائر من 3 نواب بتقسيمات معينة بتعمل أول دورة ترجع بتعمل تاني دورة أول دورة 2 اللي بياخدوا أكثر شيء بيرجعوا بيتباروا. هذه ما بتأدي النسبية برأيك؟ يعني هذا شكل من اشكال اللعبه الانتخابيه الاحتساب هون هلا انا هون هلا لفتني نظري الاستاذ فريد مكاري. نعم. لما حكي قال في معايير مناطقيه بدنا ناخذها. نعم. بالاعتبار انا هذه الحقيقه وقفت عندها يعني نسبيه هون يعني, يعني كيف بدي انا وفس يعني هيك بقصقص وبظبط في منقصقص وبشيل قصقص ورق اسويه الناس ما بتزبط مش سالتك عن هاي وجهه النظر الاخرى مش راكبه بهيك لا بتقول اذا بنعمل احتساب معين وتقسيم معين تؤدي نتائج النسبية من دون ما تعتمد النسبية. نحن بدنا نكون في قرار موحد لكل المواطنين. يعني أنا ما بقبل وعلى مدى سنين كمان على مدى سنين يعني. أنا بدي أعمل شيء ثابت يريح كل كافة المواطنين ويكونوا كلهم متساويين أمام القانون. بس أنا إجي أقول له أنت قانونك بهالمنطقة هيدي هيك بركب لك إياها 3 وهون 2 ما بتركب ما بتزبط القصة. يعني ترقيع هذا خليني على 60 كما هو 60 أعمله واشتغل واشتغل على من خلال مجلس جديد نشتغل على التطورات اللاحقة. نرجع لقصة البلديات واللامركزية لأنه حضرتك رئيس لجنة اللامركزية الإدارية بنقابة المحامين. يعني بيطلع مثلا نايب او مسؤول عم يحكي بالعمل البلدي او كذا بتلاقي الناس تنظر الى النائب بانه هو خدمات ماشي الحال. بتلاقي بتلاقي المرشحين على البلديات عندهم برامج مفصله وكذا بينما مثلا بالخارج اذا في حكومه او مجلس نواب في شيء شادو يعني ظل في شيء حكومه ظل او ما بعرف شو نايب ظل ولكن بالعمل البلدي في المجتمع المدني هو اللي بيكون الظل هو اللي بيحاسب. صح. اليوم نحن بلبنان بدنا ندل بمفهوم
انه النائب كمان للخدمات والنائب ما بعرف لشو والمجلس البلدي بيجي بيطرح لك مشروع طويل عريض بيحقق منه اول بند وثاني، ام انه لازم يكون في عناوين والناس تشوف العناوين الموضوع اللامركزي، فرق بين الرؤيه والبرنامج يعني. صحيح استاذ جلال، الموضوع اللامركزيه الاداريه اللي ما تحقق اليوم واللي هو المستقبل لكل الانظمه موجوده، هيدا طبعا هيدا بيصب بخانه الانماء المتوازن والنواحي الاعماريه والتنمويه. نحن اليوم اللي شفناه لتاريخ اليوم من النواب انه بيلتهوا بهالمواضيع هيدي بالتوظيف وبالخدمات وبصرف، كل الناس بحاجه لها، بحاجه لها، بس مش مهمته للنائب هالمهمه هي. المهم البلديات، نحن شفنا لما قصرت البلديات افرغت صناديق البلديات وراحت للسكلين خربت البلد والزباله اكلتنا وطمرتنا الزباله، ويمكن من بينما اللامركزيه بتخفف الزبائنيه السياسيه وبتعرف تخطط لمشاريع اعماريه وبتتولى كل بلديه او اذا كان جزء البلديه عامل اساسي باللامركزيه. نعم. هالصندوق هذا والجبايه بتكون مستقله لهالمناطق، كل منطقه منطقه يمكن يعمل جملاج مع شيء توأمي مع بلديات خارجية بتساعد كثير، طبعا بيجي دعم وبيجي. نعم. تأييد وبيجي يعني موضوعنا نحن في فوضى بالعمل بلبنان. وين صرتوا يعني طبعا رئيس العماد ميشيل سليمان كان عنده يعني طبعا الوزير زياد بارود وكلهم عملوا مشروع كثير مهم وباخر العهد طرح وكان في مهرجان كبير يعني لتوضيح انتم كنقابه محامين وحضرتك رئيس اللجنه المركزيه. نعم. في بتلاحظ في امل انه نوصل ليا لهيدي نحن نقابه المحامين بالدرجه الاولى يعني حريصه انه تكون هي تلعب الدور الاول بالنسبه للقوانين، ولهالسبب دائما في مندوب من نقابه المحامين موجود بمجلس النواب. نعم. لتصحيح المسار بالقضايا التعديلات القانونيه. نعم. والاجراءات اللي بتتم بالمجلس. بالنسبه للمركزيه هذه عمرها سنتين، نحن طبعا مطروحه من طبعا هي مطروحه من 50 سنه. نحن ولكن نحن عمر اللجنه. نعم. سنتين. نعم. بس سنتين نحن اللي انشئت هاللجنه هي او اتخذ قرار فيها بطبيعه الحال جوجلت كافه المشاريع الموجوده بمجلس النواب، لانه نحن مش عم نبتكر قانون حتى قانونا ويعني قانونا وهيكليه يعني القانون الانتخابي النيابي والقانون البلدي والبلدي. نعم. هيك صار في دراسات طرحنا باللجنه نحن على كافه المشاريع القوانين تناقشت كلها. نحن عنا نحن بطور تحضير لتوصية لمجلس النقابي، لانه اللجنه ما فيها تصدر هي قرارات، طبعا انت بترفعها نرفع توصية للمجلس والمجلس طبعا بيبعثها لمجلس النواب ولمن هم الامر او المختصين بالموضوع. بتلاحظ انه النقيب انطونيو هاشم فعال بطبيعه الحال ومهتم وطبعا عطي اهتمام كثير لهالموضوع. نعم. ولامور اخرى وطنيه كمان، مثلا جبتوا سيره الوقت شو اسمه المهله او مده ولايه الرئيس المجلس البلدي ولا ما وصلتوا لها؟ لا هذه ما وصلنا لها نحن، لانه نحن البحث هو باللامركزيه مش بتناول. نعم. موضوع البلديه بالذات. نعم. بتتناول مجالس المنطقه، مجالس الاقضيه. نعم. الوحده الاداريه من جهه، الجبايه بالصناديق بتتناولها وعلاقتها بوزاره الداخليه، دور قائم مقام، دور المحافظ اللي انت طبعا عم بترأس موظف حاله انتخابيه، يعني في تفاصيل. نعم. معينه لقصه القانون اللامركزيه الاداريه. صحيح انه باخر ولايه ولا رئيس سليمان صدر كتيب وكتيب كثير مفصل قيم يعني. جدا وفي دراسه مهمه جدا. طبعا نحن كمان هيدا بالجدول للمناقشه مع المشاريع. نعم. الاخرى لحتى نستنتج، واذا في بعض التعديلات اذا في شغلات عندنا نحن حتنصاغ بشكل معين، ومن خلال شغله علنيه حنعملها بمجلس النواب، احنا مش حنختفي، مش حنعمل المشروع مخفي، حيكون. نعم. ظاهر للعلن ويشارك فيه فعاليات عندهم المام بالموضوع اللامركزي الاداري. نعم. فالشغل قائم على الموضوع. نعم. هذا اللي بقول لك اياه يعني. استاذ سعيد علامي، طبعا على ضفاف هذا المشروع وهذا المسار، هناك من يدعو الى فصل، يعني ينعمل وزاره داخليه لوحد ووزاره البلديات لوحد. شو رايك وما هو يعني وهو المفهوم او ما هو الفائده من اقامه وزاره بلديات قائمه بحد ذاتها؟ هو حتى بالمشروع
بالمشروع المركزي اللي لحضرتكم. لا مش اللي احنا عملناه، اللي صدر فيه الكتيب ايام الرئيس رئيس العماد مشاهد السلمان، في اقتراح انه يكون في وزاره مختصه بالاداره، يعني مختصه بالاداره. وتاريخيا نحن بنعرف انه البلديات ووزاره الداخليه كان مع بعض في فتره في فتره جمعوا ويتركون مثل ما وزاره التصميم. بس بتكون بلديات بحد ذاتها ما بيكون في دلة من الداخلية عليها، بس في قائمة بحد ذاتها صارت أوسع. نحن مشروع سيد جلال مش قصة بلديات، يعني ما بدنا نرجع للبلديات نحن كبلديات، لأنه بهيكلية اللامركزية الإدارية في ترتيب معين، والبلدية جزء منها من المشروع اللامركزية، فما في يسمي وزارة هي بلديات. هي نواة لتحريك، نعم، مش بس ما بعرف شو بتسميها يعني. ايه يعني يمكن وزارة اللامركزية الإدارية أو الإدارة العامة، لأنه بالزمان كان في التخطيط والتصميم أيام موريس جميل طيروها، ما بحاجة لتصميم ولا تخطيط. يعني هو راح بحسرتها إنه ما عملوا، وهيدي أساسية كانت، يعني هيدي بتعطي التخطيطات والتصاميم بتوزعهم على الوزارات وبيشتغلوا على أساسها. ليش عم تنقذهم هيدي؟ لانه شيء بيشبه التخطيط والارشاد. يعني نحن تعودنا على الفوضى استاذ جلال، للاسف تعودنا على الفوضى، انه ما في شيء. يعني نحن اذا بنرجع للمؤسسات الدوله، نحن من ايام الرئيس فؤاد الشهاب الله يرحمه انشئت بعض المؤسسات وما زالت قائمه وما انشئ غيرها. يعني نحن مش عم نسعى نعمل، بس المجالس الرديفه هلا الممذهبه اخذت مطرح. ما هون مشكلتنا نحن بالبلد، انه كل طائفه عندها مؤسساتها صارت، وهيدي طبعا موضع مؤاخذه على الكل، انه عنده جامعتهم، عنده مستشفياتهم، عنده مدارسهم. لا مركزيه اداريه، ما هيدي مش عم تناسبهم للسياسيين. يعني اللامركزيه هي بتاخذ من دورهم كله سوا، لانه انت عم تحافظ على مركزيه معينه، وعم تنطلق من المركزيه حتى توزع انماء بالمناطق، وعم ترجع تربطها ببعضها. يعني مش نحن مش عم نفصلهم عن بعضهم، ولا مطلوب بانه اللامركزيه انه تفصل اللامركزيه عن المركزيه. هيدي مش عم تناسب السياسيين والقوى السياسية، هذا للأسف اللي عم بيعرق الموضوع اللامركزية، واللي لليوم ما اشتغلوا فيه وعم يتهربوا منه. مشان هيك بدأ دم جديد وبدأ شغل جديد. يعني سعيد علامي رح ناخد فاصل. مشاهدين الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام. أستاذ سعيد علامي مرحب فيك مرتين. الله يخليك. يعني بهالوقت كان في اجتماع بموسكو بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ووزير الخارجية السعودية وعدد من الوزراء بمجلس دول مجلس التعاون الخليجي. يعني لافت انه عم يتفقوا على التنسيق والتعاون بينهما بمحاربة الإرهاب وبتعزيز العلاقات. بالتزامن صار في معلومات وإشارات انه المفاوضات السورية في جنيف برعاية دمستورة سوف تستأنف او تعاود ب 15 حزيران. يعني بمئوية سايكس بيكو، هل ترى أن هناك تفاهما خفيا ما بين الولايات المتحدة وروسيا على تغيير النفوذ داخل البلدان في منطقتنا؟ يعني ما قبل العراق كنا نحن نقول أنه سايكس بيكو بعده ماشي، بعد ما حصل بالعراق والدول العربية والربيع من 2003 لهلا، والتغيير بالأنظمة العربية والربيع العربي اللي إجا طبعا أتى على أنقاض الناس الأبرياء أكيد. وطبعا أنا مش من اللي بأيدوا للربيع العربي، لأنه عمل خراب طبعا. ما بتأيد العنف يعني. أبدي العنف طبعا. طبيعي والأسلوب اللي طبع طبعا. فسايكس بيكو سبق يمكن بحلقة من الحلقات معك أستاذ جلال حكينا فيها، أنه طبعا بدون معطيات شخصية بس، وأنه انطباعات أنه في بعد المئة سنة، بعد مضي 100 عام على سايكس بيكو، في اتجاه لسايكس بيكو جديد. وشفنا أنه بوقتها حكينا فيها كمان أنه في نفوذ للدول صار تظهر. يعني بالنسبة يعني مثلا في معركة هلأ قوات سوريا الديمقراطية اللي هن كرد يعني، ومن دون الجيش النظام السوري بدهم يهجموا على الرقة، منطقة داعش، ما بعرف. يعني عم بصير في هون عم يعطوا الأكراد دور، هون عم يعطوا الجيش السوري دور، هون الجيش الحر، هون النصرة، في كتير بمسعى تقسيمات. نعم. بمسعى لتغيير ديموغرافي معين. نعم. يعني نحن الحرب اللي صارت كلها سوا
ما في قصة عقيدي القصة. وأنا طبعا يعني ما بسلم إنه موضوع مذهبي شيعي سني، بقدر ما هو توزيع مناطق، تفتيت مناطق وإلغاء أنظمة. عندما تستنفر الغرائز بالمنطقة استنفروها. عم نلعب نحن الأدوار اللي هن اللي عم يرسموا لنا إياها، عم يرسموها بطريقة أو بأخرى. 100% يعني. 100% لما بشوف أنا بالرقة إنه الأكراد عم بيعملوا هالمعركة، بدي أتساءل أنا لوين بدها تودي هذه القصة. لما والأمريكان بيرسلوا 200 مستشار وعسكري تيساعدوا بالموضوع، بيعلنوا شيء انه نحن بدنا نواجه داعش، وبتلاقي انه ما في مواجهه لجبهه النصره مثلا. بيقوى داعش مثلا بليبيا والمغرب العربي، بخفهم يعني كل مطرح شيء. روسيا مثلا الان تقول انه وقفت، علقت ضرب النصره بمطرح معين الى حين يعني. بس انه إيه، هذا تساؤل. نعم. هذا تساؤل. هذا هلا هذا بالعنوان العريض. نعم. او العام هذا بصب بخانه تفتيت المنطقه وتقسيمها. شئنا ام ابينا هذا عم يخدم كيان عنصري اللي هو اسرائيل، اللي هي بدها تلاقي كيانات مذهبيه وطائفيه وهي تستفرد بالقرار وتكون الاقوى بين هالدول الصغيره. هلا طبعا تحققت ولا ما تحققت بحث ثاني هذه، بس هالمسعى بصب بهالخانه هي. نعم. يعني انا اللي شايفه انه لما نحكي شيعي سني، لما نحكي الكردي بده يستولي على منطقه معينه، طب بتخدم مين؟ او ترحيل المسيحيين من مناطق معينه ونقلهم على مناطق، والغاء طوائف اللي هي اللي هن هني والطوائف الاخرى بالمنطقه بمثل الديانات السماويه الثلاثه اللي هي طبيعه الحال. نعم. وهيدي موضوع المسيحي تضاءل جدا من. نعم. العراق الى مصر الى كل الدول العربيه، يعني هيدا ضمن سيناريو مرسوم هيدا. طب بلبنان هل هن واعيين لهالشيء انه لبنان المتنوع اللي هو فريد بكل العالم من دون ما نحن عم نشوف حالنا، يعني في 18 طائفه عايشين مع بعضهم، هل اللبنانيون يعون ما يحصل في جوار السلوك السياسي اللي عم نلحق اللي عم نلمسه بلبنان؟ ما هيئتوا واعيين لشيء الشباب، مستلشئين الشباب، انه كل واحد انا يعني انه وصلنا لمرحله سيد جلال انه هال مش حسميها كونتونات، بس هي هالتجمعات المذهبيه والمناطقيه هيدي عم تقوي حالها بشكل مباشر ارادي او لا ارادي، عم تصب بخانه الغاء الدوله. نحن عم نلغي الدولة، نحن المواطنية اللي مطلوبة نحن بلبنان، ونرجع للنموذج اللي البابا حكي عنه انه لبنان رسالة. نعم. رسالة يعني رسالة حضارات، التقاء. نعم. الحضارات. نحن وين منا اليوم نحن؟ ايه بس استاذ سعيد. نعم. علامة من ايام السيد المسيح عندما قال ما لله لله وما لقيصر لقيصر. صح. انتقالا الى فخر الدين، انتقالا الى 1920 و26، يعني في ناس بتحب انه يصير في دوله، لانه الدوله يعني بتزيد من علامات الحضاره عند الناس. طيب اليوم اذا في انتشار مسيحي على مستوى كل الوطن وانتشار سني وانتشار، يعني ما في مجال للتقسيم وهذا، ليه ما عم بيروحوا على الدوله؟ بالعكس عم يضربوا الدوله. وبعدين بزيد على اللي تفضلت فيه استاذ جلال، انه البلد الوحيد اللي فيه رئاسه مسيحيه هون حتى نعطي بالنسبه للمنطقة العربيه، يعني هذا كمان ما كنا حريصين عليها، والقيادات المسيحيه ما كنا حريص عليها اليوم، تيمرق سنتين ونحن بالنادي بس والمنادات ما في حدا بيسمعها، هذه كمان هذه مسؤوليه كبيره. بس كمان المسؤوليه انه اذا حدا عم بينادي ما يكون صدى بالوادي، يعني يكونوا كمان في ناس عم تسمع له كمان يعني. ايه بس ما شايف، مش كل الاصوات، ممكن في اصوات نشاز، ممكن في اصوات تطرب الحاله الوطنيه. يعني انا بقول تاخروا بالتحالفات السياسيه المسيحيين. نعم. حتى ياخذوا موقف موحد ويقولوا يعني التفاهم معه المفروض ينعكس ويتوسع، لازم ينعكس، واجا صحيح اجا بس كان المفروض يسبق لهالوقت، هذا تاخر شوي، وانما معلش خير انه يجي مؤخر احسن ما يجي. نعم. ابدا. حضرتك كنقابه محامين بتتفائلوا انه ممكن يجي يوم وترجع يعني الدوله هي الموجوده كهيكل ترجع تمتلئ وترجع تصير فيها حيوية ويصير في قانون يطبق بلبنان؟ هذا اللي بنأمله نحن يا ريت لبنان هو يعني بيكون هو على نموذج نقابة المحامين. نحن استاذ جلال بنقابة المحامين بعز الحرب نحن حافظنا على تداول السلطة. نعم. كان القصف داير والمحامين ما يقدروا يجتازوا المعابر، وكان تجرى الانتخابات حتى هلا بالمشاحنات السياسية ما عندكم أبدا بين بعضكم. يمكن هذه النقابة الوحيدة، حتى ما زم بحدا تاني أكيد، بس أنا بحكي عن نقابتي،
هيدي النقابه اللي هي نموذج بتجمع كل الطوائف بتعمل تداول سلطه، كل سنه في عنا انتخابات. حتى السياسي ما بتنخرها، يعني اذا كان في ناس مدعومين سياسيا هل... بس وقت تعملوا انتخابات كيف هل العمل الانتخابي دائما يتطلب تدخل السياسي؟ من بعد الانتخاب كيف تتصرفوا؟ يعني بنحب نقول لل... اللي 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 بيوصل نقيب ان كان حزبي او غير حزبي، يعني كان في عنا حزبيين وهلا حاليا غير حزبي، نفس المنوال بيتبع انه بيوصل على مركز موقعه بيكون نقيب لجميع المحامين واب راعي لمصالح المحامين كلها. وهيدي المطلوبه، وهيدي النقابه نجاحها هي، وما في عندنا بحث احنا مسلم مسيحي بالنقابه، هيدي ملفوظه، هيدي هالقصه هيدي خارج اطار البحث عنا نحن، يعني هذا اللي بنتمناه. يعني النقابه اللي هي اوردر المفروض تكون مثال للعمل المؤسساتي بالدوله كمان. بطبيعه الحال، ونحن بالنسبه لنا نقابة المحامين هي تجسد حالي حالي بنتمنى تنعكس على الوطن ككل، يعني بنشوف التخريب بكل المؤسسات، نحن عندنا ما في عندنا منها. طيب استاذ سعيد علامي باخر هاللقاء، اليوم يعني في اخبار كثير هيك مربكه ومقلقه عم تجي من الكيان، يعني من فلسطين المحتله. نعم. انه ليبرمان بالاسبوع المقبل رح يكون هو ونتنياهو ويحلف اليمين ويفوتوا بحكومة وحدة، هل هذا لتخويف المحيط أم أنه مجرد إجراء داخلي داخل الكيان الإسرائيلي أو داخل عند العدو الإسرائيلي؟ ما هي العلامات التي بدأ يرسلها هذا التفاهم الليبرماني النتنياهي؟ الرسائل اللي أنا أقرأها من خلال طبعا حالتين، حالة ليبرمان اللي إجا وزير الدفاع طبعا هذه بتصب بخانه لما بيلتقوا اليمين واليسار باسرائيل، ولما بصير حكومه بالشكل هذا تسمى حكومه حرب، هذه اول وحده هيك بيقولوا تسمى حكومه حرب. هلا بتصير حرب ولا ما بتصير حرب؟ بس هي بسموها حكومه بس حكومه تصير هذه تصبح حكومه حرب، وهيدي طبعا بتعطي معنويات للشعب الاسرائيلي ويمكن ترفع له معنوياتهم الناحيه الثانيه. نحن فيلتمان رجع عم بيلعب دور هلا محل تيري رود لارسون. نعم. بالنسبه نعم. للقرار 1500 اوصى انه يكون فيلتمان مطرحه، يعني اوصى انه يكون مطرحه، وكمان هذه مؤشر سلبي ولازم نتوقف عندها ونقرا فيها، يعني الاتي بالنسبه لتطورات المنطقه لا يبشر بنواحي خير قريبه بهالمجال، وكما انه ما فينا نجزم انه حيكون في شيء سلبي. لانه في وجهه نظر ثانيه بتقول انه هلا هن ما راح يجوا يعملوا عمل ديفرسوار عسكري عدواني، لانه حتى ما يجمعوا يرجعوا كل الناس اللي ضده. اللي عم تتخانق مع بعضها تتكاتف، يعني الناس ضده ساعتها. نعم. هل فعلا الامه العربيه والاسلاميه بحاله اذا صار في اي عدوان او اي خطة إسرائيلية أنه يقدروا يجمعوا حالهم من بعد ما تفتتت المنطقة؟ أنا بشك أنه يرجعوا يتجمعوا، لأنه الشرخ كبير بين العرب وللأسف في تأثيرات على كل الدول، ومش ممكن يرجعوا يتوحدوا، مع أنه حلمنا نحن كلنا كمواطنين عرب نحن أنه نكون وحدة متكاملة بالناحية الأمنية والاقتصادية وكل النواحي الأخرى، بس هذه للأسف ما صارت، وهذه كانت انتصار لأننا نحن وما كنا بحثنا بإسرائيل ولا بمشاريع إسرائيل، وإنما اللي عملته إسرائيل أنه ارتاحت عم تتفرج علينا عم نقتل بعضنا مذهبيا، والمسجد الأقصى بخطر، والمعالم الأثرية راحت وما خلوا لنا شيء، يعني كل حضارتنا عم بيلغوا لنا إياه. حتى رفض المؤتمر الدولي اللي كان مقررته في باريس بثلاثة حزيران او عم تطلع. طيب يعني ما بده المؤتمر الدولي بنيامين نتنياهو. طبيعي طبيعي، فنحن كلنا بالحقيقه املنا انه الدوله اللبنانيه ترجع تستعيد دورها، انه لبنان يدلوا بالواجهه بالنسبه للدول العربيه، مع احترامنا طبعاً ومحبتنا لكافه الدول العربيه، وان التركيبه اللبنانيه يدل هو يجب ان تفرض نفسها على كافه الدول وتكون نموذج، وهيدي محاربه اسرائيل، يعني التقاء الطوائف بلبنان ووحده الشعب اللبناني أول خطوه بمقاومه اسرائيل، اول مسمار بنعش اسرائيل، اول مسمار. استاذ سعيد علامي، المحامي سعيد علامي، نحن بنشكرك. شكرا استاذ جلال، وانا بدي ابارك لكم بعيد الخمسين لتلفزيون لبنان، وخاصه للدكتور طلال مقدسي. مشاهدينا الكرام نشكركم، وبعد دقائق ونشرة الأخبار.